عيد يمضي ويحل آخر، والحال غير الحال في معظم البلدان العربية. فرحة الأضحى بدت مبتورة وقد نغصتها الظروف في دول، بينما اختفت تماما في أخرى على وقع أزمات أمنية وسياسية واقتصادية حادة. فبينما تستعر الحرب في السودان دون مراعاة لحرمة المناسبة الدينية، لا يقل الوضع سوءا في اليمن وسوريا. يعني أكثر الناس والشباب والعوائل جايين حتى يقوم صلاة العيد، إن شاء الله يعني وحدة العراق يكون خالي من الإرهاب والتطرف وكذا. نسأل الله أن يخلي أيامنا كلها عيد. بالرغم من الألم والجراح والحصار اللي بيعيشه غزة، إلا أنه جايين نصلي صلاة العيد، وإن شاء الله الكل بيضحي، والأجواء عندنا مختلفة تماما عن باقي الأماكن. نتمنى في الأعياد القادمة إن شاء الله للأحسن للأفضل، وكل سنة نتمنى أن تكون ليبيا مزدهرة ومجتمعة ومتفقة ومتفاهمين، وما فيش أي اختلافات إن شاء الله. هذا ما نتمنى فيه في هذه الأعياد إن شاء الله المباركة إن شاء الله. أزمات كان لها وقعها القاسي على طقوس وعادات العائلة العربية في العيد، وحتى على الشعائر الدينية، إذ اضطر العديد منها للتخلي عن الأضحية بسبب الغلاء وتدني القدرة الشرائية، وذلك هو الوضع في لبنان وتونس والعراق وليبيا وغيرها. دايما يكون عندك أمل، إذا ما فيش أمل الناس بتفنى. نحن عايشين على الأمل، كل يوم كل ما اليوم بيعدي أحسن من اليوم اللي قبل، كل يوم نحن بنتأمل اليوم بيجي أحسن من اليوم اللي قبل، وإن شاء الله خير. نحن يعني طالما ما ترجعيش لورا يبقى في خير. نسأل الله يا رب أنه يتمم الفرحة على كل المسلمين ويجمع شمل الأمة الإسلامية، خصوصا أطفال المسلمين في الدول اللي لربما ما فرحوا فرحتنا، إخواننا في فلسطين، إخواننا في السودان، إخواننا في سوريا، إخواننا في العراق. هكذا هو حال المواطن العربي في بلدان لا زالت تعاني من تداعيات الأزمة الدولية وضغوط أزمات داخلية خانقة، يجد نفسه مجبرا على التعايش مع هذه الظروف حتى وإن كان ذلك على حساب فرحته بالعيد.